فأنا أعتقد هذه المرة جاهزية الأهلي في البطولة مهمة جدا، لكن الملاحظ جدا أن أكتوبر الأهلي على خط النار في شهر الانتصار وشهر الذكرى المجيدة. تبص تلاقي الأهلي في الشهر ده يا أستاذ محمود، أيوة. مدام أن أنت فقرت فيها قوي كده هتلبسني انا عارف يعني مش هخلص منك. بص لو القرعه جت بكره عملوا كده الناس هتتحاسب فيه. طيب في شهر اكتوبر الاهلي والاسماعيلي 8 اكتوبر مبدئيا، يعني ضربت كلام مبدئيا صح. يوم الاحد الاهلي والاسماعيلي في برج العرب، 20 اكتوبر الاهلي في تنزانيا، الاهلي مع سيمبا في بدايه دور السوبر الافريقي الجديد. 20 يلعب يلعب 20 هناك ويجيب الناس بتوع سيمبا تعالوا معايا، وفي لعيبه هتروح يوم الطياره يوم لانه يجوا يلعبوا هنا 24، في لعيبه هتروح يوم 19 وربع بين الشوطين. والله الناس يعني هتلعب يعني بصراحه هتلاقي فريق سيمبا يجي مع الاهلي على نفس الطياره لانه هيجي يلعب هنا يوم 24. يعني يلعب هناك 20 يغادر يجي هنا 21 يريح ويتمرن ويلعب 24. غريبة برضو دي. طبعا. يعني. وبعدين 24 في الدوري الافريقي. سيمبا. لا 29 مع بلدية المحل. دوري. انت لو صعدت من سيمبا اللي هيدخل معاك بإذن الله 29 الفائز من بترو اتلتيكو الانجولي وسان داونز. انا اديني قلت لك بترو اتلتيكو الاول اهو بترو اتلتيكو وسان داونز هيبقى 29 في حال ان شاء الله تخط الاهلي لمباراه سيمبا، لكن الجدول حاطط بلديه المحله ستاند باي. هتبقى المباراه دي في حال تخطي هنا في القاهره ولا الاهلي في دور السوبر يبدا في القاهره، يبدا بره على طول، يبدا بره العوده على طول عشان هو بطل يعني النسخه. لو لعب مع سان داونز هيبقى بره، الفاينل هيبقى برضه لازم استمتع بيه الوداد ابراهيم لما كان بطل النسخه. لا 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 هو ده دور السوبر جديد ما انتش بطل بيراع فيه، لكن هي جت القرعه للاهلي كده القديمه يعني مش حدش مدي الاهلي حاجه. كولر الحقيقه مستاء جدا من الوضعيه بتاعت الجدول ومتضايق جدا انه الوضع فارض عليه مباريات كتيرة، وحتى الرجل في تصريحه قال عصام بحاول أنتقي ألفاظي. طبعا طبعا يعني قال أنا بحاول أنتقي ألفاظي عشان أقدر أعبر عن استيائي من قرعة السوبر الأفريقي وإزاي محطوطة ملضومة في الأجندة الدولية، وإزاي فريق عنده لعيبة دوليين كتير 7 دلوقتي في المنتخب الأول و3 أجانب، فعشر لعيبة أساسيين مش هيكونوا موجودين معاه قبل المباراة سيمبا ب 48 ساعة. طبعا والراجل واضح. وبعدين برضو أنا مش عارف برضو على أي أساس اتحاد الكرة هو ليه فاهم إن لعيبة الأهلي اللي في المنتخبات هم ديانج وعلي معلول يعني أو الذين هم يعني من غير المصريين، عشان على رأي محمود ما نقولش على إخواننا العرب أجانب يعني، لكن على الأقل مسجلين محترفين من الخارج يعني. هو فاهم كده ازاي يعني؟ ده اصلا حتى لعيبتك اللي هنا هم من اصل الوطن، هم من وقود المنتخب. يا اخي كلم الكاف بتاعك ده والفيفا وابذل اي جهد يا عم. يا عم شوفوا سعيد لقجع، فوزي لقجع انا اسف، راجل محترم المغربي ده اللي كانوا بيسلطون عليه وهو بيشتغل لبلده، ما تشوفوه بيعمل ايه من اجل الوطن الحقيقه وبمشروعيه. الراجل ما بياخدش حق حد، لكن في المقابل ما فيش اي حد يا اخي يعني. اكيد في حوار كان يجب ان يفتح. انت هي دي بس؟ هو الاخ فيتوريا ده بيعاند يعني؟ بياخد 7-8 من الاهلي يعني؟ طب ما تقول اقعد مع كولر، مش انت بقى الكبير بتاع المنتخب؟ مش الانديه دي شغلتها زي ما الاستاذ محمود قال الضخ للمنتخبات؟ ما تقعد معاه قول له على توقيتات، قول له العلم بيقول، العلم اللي بينكم انتوا كبتوع كره بيقول هو محمود هيلعب 40 دقيقه ولا 80 ولا 900 ولا ماتش ولا ماتشين من اللي عندك. اعملوا حاجه يا اخي، وانت قاعد بس عمال يجيبوا لك لعيبه على الاستاد تدربها وتروح تلعب وخلصنا، وتطلع واحد الشوط الاولاني وواحد الشوط الثاني. فين وضعك للكوره المصريه؟ وفين الاتحاد مما يحدث مع النادي الاهلي؟ والمعروف عشان ما حدش يقول هو الاهلي ساكت، والانديه لا تخاطب في الاشياء دي اتحادات لما في مقدره على فكره التواصل بالنسبه للسوبر ليج.
هتلاقي الاهلي بيشتغل، واعتقد الملف ده عند المهندس خالد مرتجي، لانه في على اتفاقات بعينها يصلح اداره النادي، لكن في الام الحكايه دي لابد اتحاد الكوره، لانه منتخب ونادي مصري الاثنين في اشتباك بينهم. لا وخلي بالك يعني احنا ما بنتكلمش عشان الاهلي، بنتكلم عشان لعيبه الاهلي دول، دي اماره انت بتاخدهم المنتخب، حرقهم هو ضد مصلحه الكوره المصريه مع المنتخبات، مش هقول مصلحه الانديه الكره المصريه بس، مع المنتخب يا سيدي والله مفيش حد بيسكت كده غيرنا يا راجل. الاتحاد الافريقي كان على بعد، مش هقول اسم الفندق عشان الاعلانات، على بعد 17 دقيقه بالكتير ماشي متوسبي والذين معه، مفيش حد من اتحاد الكره يروح، ده في كباين هناك وحاجات اخر حلاوه وبنروح نشرب قهوه وبتاع وعادي يعني، الحساب والحوار مفتوح، ودي مش حاجه غلط يعني، هو مقر برضه بتروحوه او بتستضيفوا فيه ناس، الكاف هنا ما حدش يروح، ما حدش يقول للراجل سنفعل لك موعدا او نضرب لك موعدا مع السيد وزير الشباب والرياضه مع مش عارف ايه. ايه حاله الانفصام عن فكره الاتحاد القاري ده يا ابراهيم ضد مصالح الكره المصريه؟ والله مش تقطعت كل الرابط بينك وبين الاتحاد الافريقي كمان، انت بعد برضو احمد برضو لعب دور في تجريف الاتحاد الافريقي من المصريين واستبعاد كثير من البتاع، بالاضافه كمان ما انت ايه وجود الطرف الممثل ليك يعني بعيد عن المشهد وقاعد بيتفرج شايف يعني عاوز يعني انا افهم واشعر واكاد يعني يقول اتفرج بكره تشوف فاكر خيري زمن دلوقتي. دلوقتي يا محمود عصام اشار له نقطه، عدد الماتشات الثقيله وفقا للاجنده ديت، والنهارده يمكن في تقارير على الدراسه العلميه اللي عملها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وقال ان لعيبه الكوره حول العالم في خطر، واستشهد بحاله ارهاق ذهني عنيف بيعاني منه محمد صلاح وعلي معلول. وبالمناسبة محمد الشناوي حارسنا كان رقم 3 في أكتر لعيبة الكورة مشاركة في المباريات حول العالم في الموسم ده، الموسم اللي انتهى أو السنة اللي انتهت الشناوي رقم 3 في العالم في عدد المشاركات. طيب وقال الدراسة العلمية ديت أنه الحمل البدني المتضاعف على اللعيبة وحالة الإرهاق الذهني اللي بيتعرضوا له من مسألة خطيرة جدا. مش خطيره، هو دلوقتي الدراسات اللي اتعملت قالت انه اللعيب على في السيزون واحد يلعب كام؟ 50 ل 55؟ طيب مجمل الحد الاقصى مجمل بالحسابات اللي هيشارك فيها الاهلي وبتاع، لو ضربنا مثلا الاهلي المتوقع 77 مباراه للاهلي البدايه للاهلي. شوف اللعيبه الدوليين بتوع الاهلي العشره دول هيوصل لكام؟ هيروح لكام؟ بقول لك اهو لانه هيلعب عدد ماتشات مع المنتخب. انا بقول لك 77 ولا 74 77 مش هتفرق يعني، لو كمل باذن الله وصل للفاينل في الدوري الافريقي وكمل ان شاء الله وصل في النهائي لدوري ابطال افريقيا والدوري والدوري وبص يعني عاوز اقول اللي قاله الاستاذ ابراهيم عن فكره لعب مباريات المنتخبات. ما انا بكلمك، اضيف عليهم الدوري المحلي وكاس مصر القديم وكاس مصر الجديد وكاس الرابطه والسوبر الجديد اللي هيتعمل ومش لا ده شيء مميت شغال. عشان كده انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام كنت اتمنى ان يبقى في فتره صمت كده شويه كده نقعد نفكر مع بعض، وطرحنا الفكره يا جماعه موسم اعمل استثنائي. موسم استثنائي تحمي بيه كله لعبتك لكن كله يرفض بيتعاملوا باسباب التسويق لانه الاخطر في الارهاق مش الارهاق العضلي، الارهاق الذهني عندما يفقد العقل التركيز واصدار قراراته ويتناغم مع حركه الجسم مش هيعرف مش هيديك كل الاجهزه بتتقصر. بص بص هتكتشف اداء لانه انت عندك تصفيات كاس العالم اللي هتبدا في نوفمبر متلاحقه ما فيهاش نفس صح مجموعه واحده لكن مجموعه واحده خادعه برضو، اوعى تستهين باللي معاك في المجموعه الواحده. لا يا راجل بوركينا فاسو عندها جيل من المحترفين. طيب ده جيبوتي اللي انت مش عارف مين قاعد يقول لك الدوري الجيبوتي والدوري مش عارف مين، وطلع جيبوتي عندها فرقه وعملت المحدش عامل 95 انا بكلمها انا عنده صوله ماشي، الناس قاعده تتريق وتسخر من الناس، لابد يكون في نوع من الاحترام وعدم الحديث على الناس والتقليل منها طبعاً. لانه خلاص يا جماعه لم يعد هناك صغيره في اللعبه بس دوله عربيه دوله عربيه يعني عاوز اقول لك ايه، لابد من الاحترام وعدم التقليل والسخريه. طيب واصل النادي الاهلي محتكر مسابقه ده يا جماعه، ده النهارده المانيا بايرن ميونخ للقب ال 11 يا عم كده يعني عاوز افهم السوق يعني بيعمل ايه؟ ما طلعش ليه بروسيا دورتموند والنبي قال لك والله يا جماعه الزمالك خدها الموسمين اللي فاتوا كانت حلوه يا اخي كانت حلوه كانت اقوى من دوري ابطال افريقيا
ومن السوبر الافريقي ومن كاس الاتحاد الاوروبي. لا بس الزمالك خد طبعا وقف طابور. بص بص ياسر التضليل، عايز اقول لك على حاجه، ياسر التضليل والتقليل الى انه بياكل بعضه. يعني ايه الناس بتضحك من الشغل ده، شغل ما يصحش، يتقال من ناس محسوبه على الاعلام او صحفيين المفروض انهم كبار. حتى لو انت بتميل والتشجيع لابد ان تعطي المنافس ليك عندما تظهر على الشاشه وتتكلم، لا احترم المنافس اللي بتتكلم عنه، احترم انه ده تاريخ بلد، احترم انه ده على القمه، الاخرين بيحترموه، انت متضايق عشان مش عارف تاخد معاه حق ولا باطل في منافساتك، دي مش مشكلته، انزل اغربه في الملعب هيقولوا لك مش شاكينين يا عم مبارك انت احسن ولا الهوى. طبعا طبعا خدت الدوري وما خدتش وبتاع ما حدش يتكلم، خدت الكاس ما حدش يتكلم، طلع الكلمه انت كل ما تاخد تقول احنا انتصرنا ومش عارف ايه والبطولات النظيفه والغير نظيفه، ودخلنا بقى في سكه ايه كل واحد بيدعي الفضيله والشرف بطريقته. فالمشهد اللي انا بقوله لك مشهد اخشى ما اخشى ان يدفع ثمن المنتخب، خلي بالك في منتهى الخطوره، ضعف حساباتك الاصابات، ضعف حساباتك الارهاق الذهني وهو اخطر من الارهاق البدني، الارهاق البدني تعرف تعالجه بالراحه، الذهني خلاص اللي فقد اللاعب التشتيت خلاص اتشتت ما عادش تعرف تاخد منه حاجه، مش هيقدر يشد رجليه في الملعب خلاص، ما عندوش استعداد جسمه مش عارف ياخد اوامر هيعمل ايه هيجري. فانا عاوز اقول لك انه الامر بامانه شديده موسم صعب على كولر، ازاي هيقدر زي ما نجح في الموسم الماضي الصعب جدا والناس حيته على الروتيشن اللي عمله وتبديل اللعيبه وادخال ده وزق ده وتكه عشان يعدي ياخد يروح فين ويعمل لا وشو بعدين ايه ركوب الجو هيبقى صعب جدا يا ابراهيم على فكره، السفر كتير جدا في المرحله دي مرهق، الناس فاكره انه طياره سهله، انت تخلص سيمبا هنا 24 ده ممكن سيمبا يجي قبلك باذن الله، لو بقولك ايه تطلع تسافر على بقولك ايه ممكن سيمبا يجي قبلك، يعني انت ما كنا طيارتك سيمبا وصل القاهره عندك دور عليك ولسه ما جوش. طيب الحل ده اهم ان كولر او الشريحه بتاعت كولر يكفي، لان كتاب الكره فيه تلعب كل يوم وكل حاجه ما عدا انك تطلع من اطر الحد الاقصى يعني، لكن بس يدوله مواعيد لا تتغير اعتقد انه مش هتفرق مع الشريحه يخليك دي يخليك تتعامل مع بس الوضع بس بالساعه والثانيه يا حبيبي. طب عشان نوصل للساعه والثانيه الاتحاد الافريقي قال لك ما نعمل رابطه للانديه الافريقيه، ده هيبقى شيء رائع. عارف افلامنا الجميله ده النهارده طالبه معايا اذكر الناس برواياتنا العظيمه يعني لانها من الواقع يعني ده يوم المنى يا حبيبي. والله لما خد البكالوريا عامل ربطه لدوري الابطال ربطه للانديه الافريقيه، ابقى وريني بقى مين هيطلع رخص ومين هيخبي جوابات تدير شؤونها وتطالب بحقوقها وتشرف على وضع الاجندات بتاعتها، شيء رائع ومحترم ويليق بالقاره وكل منطقه يمثلها حد يمثلها حد اللي بتصدر الماس والالماس من اللاعبين يعني للقاره العجوز اوروبا، ده يوم المنى يعني مثلا منطقه الشمال يطلع حد النادي الاهلي يرشح غالبا ايوه الوداد او يرشح لازم حد يبقى في توافق ان الزون ده يطلع حد ممثل لانديه الشمال وانديه الجنوب والشرق والغرب، هي فكره الرابطه في مجلس اداره لرابطه الانديه الافريقيه اسلامنا معنيه بالحقوق ديت. طبعا ده خطوه مهمه جدا كل حاجه بقى ده خطوه بس اكيد هيعلنوا تفاصيلها. لا طبعا لا 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 عشان كده بقول لك الكلام على العوائن كده بقول لك ده يوم يكون شكلها ازاي ولوائحها ازاي ومعموله ازاي وهدفها ايه هيجيبوا اللائحه بتاعت اوروبا ما تقلقش الناس دي واضحه مع نفسها محمود حتى لو عايزين يعملوا حاجه انت فاكر احنا كنا دايما نتكلم على احترام يا اخي ايام عيسى حياته ولا مسيه بالخير الناس بتبكي على معسى راجل عظيم اللي اتهموه والله ظلم اقسم بالله ظلم راجل انا شفت بعيني يقول لك هو مجاملات والناس ترجع للتاريخ بس هو ظلم عارف انت ازاي فاكر في 2008 2008 الفاينل الاهلي والقطن الكاميروني في جروه يا جماعه في بلده جروه بلده والاستاد على بعد أيوه امتار من ما شاء الله عليك واخد بالك والراجل عازم الوزراء بتوع الكاميرون كلهم والاهلي يكسب البطوله ويرجع بالكاس من هناك كل الحكايه نتحدث ناس في قمه الاحترام نتحدث على محمود على النكاسه اللي بيعملها الفيفا في كره افريقيا او في اموال يجب ان تدار على خلاص الفيفا حط ايده على افريقيا دلوقتي وده اللي بيحاولوا دلوقتي يرضوا افريقيا بيه خدوا مش عارف ايه نعمل لكم بروجرام ايه طيب الفيفا حط ايده على افريقيا